فيك. اهلا وسهلا. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. تفضل استاذ. مرحبا. اهلا وسهلا. نزار. اهلا فؤادك. تأخرت بعد ما بلشوا. أنا قلت لحالي ما راح تجي. ما بينحذر لك أنت. كنت عم بفتر مروة. شو راح تعمل هلا بعد التخرج؟ يعني بفكر تفتح مكتب هندسي، بس أنا من إلا شيء أكبر. والله يا فؤاد بيك مو غلط، ربها بتستاهل. كان لازم انا اروح جيب البابا. الماما وبتعرفها كل شيء بخص البابا هي بتحب تتصرف. ايه مشان ما تحسسه انه وصل لمرحله محتاج فيها لاولاده. بس بصراحه هلا مو قد الشطرنج ابدا، المفروض ابوك قبل التكريم يجهز حاله ويعرف شو بده يقول. بلشت اتوتر. كنت متوتره لاني سليم لسه ما وصل. كل مره بيعمل فيكي هيك وبتطلع الفش فينا. حلمي على سليم لا تحكي ابدا. بعدين مرتك وينها لهلا؟ مرتي بتعرف ان اولادي اخذين كل وقتها وعندهم فحوص قاعده عم تدرسهم. مو مثل اللي عندك. على فكرة أنت لا تطاق. مرحبا فؤاد بك. أهلا رشا. قدمت لوحة؟ قدمتها للست مريم وسألتني إذا جاي.